السلام عليكم. عرفت إحدى الإقامات الجامعية حادثة جديدة وخطيرة، راح ضاحيتها طالبة جامعية احترقت داخل غرفتها وسط صدمة كل الطالبات، وهذا ما حدث. تابع الفيديو للأخير. البنت تاعي طالبة جامعية جامعة تلمسان لاروكيت في الإقامة الجامعية ملكة قايد، إقامة نيد، تقدرت عليها هذه القدرة يوم الأربعاء 19 اكتوبر على ال 11 دايوغ، ما فطنتش بكري، فطنت على العشرة كي مشات للفاي قد الريستو، القهوه ديجا ما كانش، والفطور خرجت على الزوج سيتاديغ الفطور تاني ما كانش. ما نكذبش، ديتها اسبوع كيما هكا معاناه في الاكل، عيطت لي قالت لي ماما فوالا كيفاه كيفاه، وكان ديجا عندها بروبليم في البريز في لا شومبر، ما كانش الريزيستونس ما يخدملهاش. قلت لها راه عندي واحد الكومبي نرسلها لك مع عمك. لطون لي بدات تبلاصي فيها، قالت الغاز يخرج وهي ما عرفتش، مع كانت تنبلع على شومبر مبلع الباب مبلع التاقه وكاع، كملت هذاك الغاز اللي كان في القاروره كاع خوها في لا شومبر، وشعلت النار فيها وفي لا شومبر كومبلي، تزاج تاع التيق طرطق طاحت تحت في الاخر. كي خرجت من البلوك صدقوني والله العظيم بنتي ما عرفتهاش، كانت في حاله الدروك اللي راني نتفكر هذيك ليماج